لم يخطر على بال أحد مطلقاً عند التجول والترحال بين تضاريس كردستان الوعرة والساحرة، إنك ستشهد آثار بشر قد تحدوا الصعاب وغضب الطبيعة الأم، وسكنوا أعالي الجبال قبل عشرات ألوف السنين، سبقوا بذلك كل الحضارة التي حكمت الأرض بمئة ألف سنة. وسط الجبال الشاهقة والوديان الساحقة، وعلى أصوات الطيور وجمال الفراشات، ابتدأنا رحلتنا منذ الصباح إلى واحد من أقدم الكهوف في الشرق الأدنى وغرب آسيا، ومن أكبرها في العراق وإقليم كردستان. شهد على حياة الإنسان البدائي ما قبل الحضارات منذ أكثر من 100 ألف سنة. لنتابع. يحتضن جبل زاغروس على جانب من سلسلة جبال برادوست الواقعة في قضاء ميرغاسور، التي تبعد 162 كيلومتراً، واحداً من أهم الاكتشافات التي عثر عليها على وجه البسيطة، والتي قد تغير مفاهيم سائدة ومعتقدة إلى أخرى علمية جديدة أكثر رسوخاً ولا تقبل الشك. كهف شاندر الذي شهد عصور ما قبل التأريخ. عند المدخل بدأنا رحلتنا التوثيقية بلافتة تعريفية للمكان. ما أثار الانتباه جملة مكتوبة: أحد أشهر الكهوف على مستوى كردستان والعالم. بعد قطعنا 10% من طريق كما يبدو أنه أنشئ حديثاً، صادفنا نصباً على شكل مخطوطة مكتوب عليها: الحفاظ على تاريخنا تحت رعاية الرئيس مسعود بارزاني. أكملنا المسير في رحلة شائقة ونحن نرقب الكهف الذي لطالما سمعنا عنه. وصلنا إلى تمثال أبيض اللون يعود لرأس إنسان، يبدو أن له شأناً كبيراً لتمركزه في بداية الطريق. دفعنا الفضول لمعرفته. عقب قراءتنا للشاهد الذي أسفله تبين التالي: في منتصف القرن الماضي تم اكتشاف كهف شاندر العظيم الذي أبسط ما يقال عنه أنه ما قبل التاريخ. هذا الكهف اكتشفه العالم الأمريكي رالف سوليكي الذي يشخص تمثاله خلفي الآن. أتى إلى هنا على رأس بعثة من جامعة كولومبيا ليكتشفوا هذا الكهف التاريخي الذي سنبحث عنه بالتفصيل. لا أستطيع الصبر عن إكمال الطريق نحو الكهف. بدأت بالصعود شيئاً فشيئاً. صادفتنا مخطوطة صخرية أخرى توثق افتتاح هذا المكان وتهيئته من قبل الرئيس مسعود بارزاني في العام 2012، إلى أن وصل إلى شكله هذا. سلم مرصوف من الحجارة على طراز منسجم مع البيئة المحيطة. جبل صخري مملوء بأشجار موسمية الخضرة. مشاهد تقلل من حدة تعب صعود الجبل. جسر صخري هو الآخر، يقطع نصف الطريق، وأنا أكمل الصعود أشاهد عظمة واتساع مدخل الكهف.
بعد هذا الجسر أصبح الصعود أكثر إرهاقاً ومشقة، لكن الأزهار التي غطت السفحة تنعش الأنفاس وتزيل التعب. لا أنصح بالصعود دون التزود بالمياه والاستراحة قليلاً. أخيراً وصلت إلى مدخل الكهف. بعدما مشينا 15 دقيقة على الأقدام وصولاً إلى مدخل كهف الشندر مثلثي الشكل الذي يبلغ عرضه 25 متراً وارتفاعه 8 أمتار، عمق هذا الكهف 40 متراً، يقع على جبل زاغروس بجانب سلسلة جبال برادوست. يتيح مدخل هذا الكهف العيش منذ الصباح وحتى المساء والتمتع بأشعة الشمس لاتساع مدخله، لنستكشف هذا الكهف عن كثب ونخوض في غماره. سياج حديدي يسد مدخل الكهف. كون المكان يحتوي على منطقة تنقيب تعد ما فوق الهامة. باطن الكهف واسع للغاية، ليس كالكهوف الأخرى. تقدر مساحته ب 1282 متر مربع. سقف وجدران الكهف مطعمة ببقع تشبه إلى حد ما مادة القار الذي يصاحب النفط الأسود. لكنه متحجر بملمس صخري فقط. نتوءات كلسية حادة على مد سقف الكهف. أخاديد نافذة وأخرى كمشكاوات غير منتظمة الشكل في بعض أماكن الكهف. للأسف كتابات بعض السائحين على جدران الكهف تركت آثاراً ملوثة للنظر، وأعدها انتهاكاً لإرث إنساني منذ عشرات آلاف السنين. فتحة صغيرة على جانب الكهف الأيمن أثارت فضولي. لا نعرف ماذا في داخلها، ولا نعلم ما إذا كانت تحتوي على حيوانات خطيرة وسامة. تصورت حينها كيف كان الإنسان القديم يعيش في هكذا أماكن، وكيف كانت حياته. سقف الكهف الثانوي يحتوي على نتوءات حادة للغاية. قد نتعرض إلى جروح خطيرة مضطرنا إلى الحب. المكان مظلم، الأكسجين قليل جدا. أدركنا التعب بسرعة. شاهدنا على هذه العجالة أعمدة من الكلس تتدلى من السقف، وأخرى بدأت من أرضية الكهف. ونحن كالطفل دخلنا إلى هذا المكان. الآن نصف قامة إنساننا أو أكثر بقليل. هذا المكان الأكسجين فيه قليل لكنه بارد بعض الشيء. يحتوي على العديد من صخور الكلس، صخور كلسية متكونة من نقاط ماء تتدلى من أعلى السقف، تبدو كقطرات ماء متجمدة أو متيبسة متكلسة لنقل. هذا هو كهف آخر داخل كهف شاندر، لكنه ضيق للغاية وغير متسع كما تشاهدون. الآن السقف يضيق علينا شيئا فشيئا.
رجعنا إلى وضعية الحبو. كما قلت لكم، صخور الكرسية تكونت من نقاط ماء تتدلى من أعلى سقف هذا الكهف الثاني الذي هو داخل كهف شاندر. بركة ماء صغيرة هنا تأتي من على السقف. ماء يأتي هو هذا المياه الذي يشكل الكلس. هذا هو المياه، قطرة المياه. بعد جهد جهيد خرجت من المكان وأنا أجر أنفاسي خلفي. مشاهدينا، خرجنا من كهف كونته قطرات المياه. على ما يبدو الأكسجين فيه نصف حاجتنا للأكسجين، لهذا ترون أن نفسي متقطع. دخلنا كما قلت لكم أحبو كالطفل ليتسع قليلا، ومن ثم قليلا حتى أصبح أكثر من نصف قامة إنسان. على ما يبدو أن هذا الكهف الذي خلفي الذي هو داخل كهف شاندر هو كهف تكون من قطرات المياه ومن التكلسات التي تكونت من هذه القطرات. لنستكشف هذا الكهف عن كثب. بينما أنا أستكشف الكهف كنت بانتظار مدير آثار قضاء سوران الذي بدأ أنه يحط الخطى. هذا الكهف نقدر نقسم لقسمين، قسم كإنسان النياندرتال وإنسان الهومو سابينز عاشوا داخلها، وقسم الآخر هو في نهاية الكهف أكو مكان إدها مدخل صغير، فوها كلش صغير تقدر تروح داخل، بس من تروح داخل تشوف أكو أشياء مثل الأعمدة نزلوا من 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 فوق إلى جوا ومن جوا للفوق. هذا من ناحية علمي، مصطلح علمي يقولون استلاكتايت واستلاكمايت. داخل الكهف توجد منطقة تنقيبات محاطة بسياج حفاظا عليها. دخلناها برفقة مدير الآثار لنعرف المزيد. قلت أنت هذا المكان هو الذي دفن فيه الأشخاص وتم التنقيب فيه. أين وجدت الجثث والعظام في أي مكان؟ من أذكر واحد منهم هنا هذا المكان تحت هذا الصخرة. تحت هذا واحد منهم. مكان بعد هو هذا المكان تحت هذا النايلون الأزرق. ثلاثة منهم هذا المكان. في هذا المكان. في هذا المكان أكو مرأة حاملة. ويا تقريبا ولد عمره تقريبا هيك 14-15 سنوات، وفوقها شوف رقم ثلاثة. رقم ثلاثة هم اكو عظام انسان نياندرتال. دكتور، لنتحدث ايضا عن بعض الاكتشافات التي تم العثور عليها هنا. صحيح، واحد من اهم المكتشفات جامعة كولومبيا من طرف رالف سوليكي هو هذا
كقبر إنسان نياندرتال مشهور برجل الورد. كهسة هذا العظم، هذا الهيكل العظمي في ميونخ متحف الإنسان، وهذا المتحف متحف انترناشنال، وأهم مكان في هذا المتحف يختصون بهذا الإنسان. وثاني شيء ويا جامعة كامبريدج البريطاني تم العثور جمجمة إنسان نياندرتال، مرأة عمره تقريبا 40 سنة، نفس المكان 120 سنتيم آخر حفرنا ولقينا بقايا بيولوجيكا يرجع ل 110,000 سنة قبل الآن. هذا المكان من شفنا تقريبا 40% مساحة الكهف اكتشفنا وسوينا تنقيبات، 60% باقي. منذ أواسط القرن الماضي وحتى العام 2021 شهد الكهف أعمال تنقيب عديدة خلصت إلى العثور على 11 رفاة إنسان نياندرتالي قديم من قبل جامعتي كولومبيا وكامبريدج، وصلت إلى عمق 14 مترا تحت الأرض. تم العثور على 35 عظمة لإنسان الهومو سابينز الذي يسمى الإنسان العاقل في هذا الكهف الذي عاش فيه قبل 12,000 سنة ضمن طبقات التنقيب الأولى من قبل العالم سوليكي. أنا الآن في واحد من أقدم الأماكن على الكرة الأرضية المكتشفة، أقدم من كثير من الحضارات. هذا المكان ما قبل الحضارات، قبل الأهرامات، قبل وادي الرافدين، قبل كثير من الحضارات التي وجدت على هذه المعمورة، في كهف شاندر، في مكان للاستكشاف. في هذا المكان وجد رفاة إنسان قديم، النياندرتال، نياندرتال زد. لا أعرف كيف أسيطر على شعوري وأنا وسط بعض من الرفاة والأحجار. كل مل من هذا المكان هو لحقبة لمئات السنين، ليست مئات السنين فقط، آلاف السنين. كل مليمتر من هذا الكهف وهذا الجدار نزولا إلى الأسفل حفروا في هذا المكان كما سمعتم وقلت لكم في الفيلم الوثائقي إلى 14 مترا، ومن ثم 120 سنتيمترا، ليصبح العمق المحفور في هذا الكهف 15 متراً و20 سنتيمترا. رالف سوليكي من سنة 1951 يبدي وينتهي في 1961. رالف سوليكي 14 متر يحفر، عمق حفر مال رالف سوليكي 14 متر، من خلال تنقيباته يلقي 10 عظام إنسان نياندرتالهم. لهذا يعد كهف شاندر مفتاحا لحل لغز انقراض النياندرتال ودراسة جيناته الوراثية وطريقة موته وانقراضه. الدراسة المعمقة لعظام هذا الإنسان أوصلت العلماء إلى أطواله الحقيقية ومدى عمره النهائي. كهف شاندر مفتاح لكل هذا الأسئلة. ليش؟ لأن شلون ما قلت لك إنسان عندنا طبقات
وراء الإنسان النياندرتال مباشرة يبدي حياة إنسان هومو سابينس. هذا شيء كلش مهم، لأن بباقي كهوف العالم ما عندنا هيجي شيء. كهف شاندر يوصف بأنه اليد الأمينة التي حفظت العظام وحالت دون تحجرها. المختصون يرجعون ذلك إلى موقع الكهف وشكله واتجاهه، واختيار الإنسان القديم له بذكاء ودراية ليحميه من البرد والحرارة والرطوبة. هذا الفوهة الكهف كجد يعني كبير، هذا سبب مهم لشنو؟ لأشعة الشمس، من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، أشعة الشمس بطريقة مستقيم وغير مستقيم يضرب داخل الكهف. هذا هم مهم كي يوخر الرطوبة، كرطوبة عامل أساسي لتجمع البكتيريا ومرض. وموضوع الثاني لتهوية الهواء هم كلش مهم، لأن أكسجين يوصل لأقصى نقطة الكهف. شهد هذا المكان على أقدم وجبة غذائية مطبوخة في العالم يعود عمرها إلى 70,000 سنة، ما يعكس الاعتقاد السائد أن الإنسان البدائي كان عديم الذائقة ويأكل الطعام نيئاً. حصل ذلك بعد العثور على بقايا فحم وطعام مطهو. عثروا أكل، بقايا أكل، وهذا الأكل مطبوخ يتشكل من مجموعة من حبوبات، عدس وحمص وماش وفطر، وحتى استخدم شيء مثل البهارات، كإحنا هسه نستخدم بهارات حتى ينطي طعم خاص للأكل، هم استخدموا أعشاب خاص، كهذا الأعشاب ينطي طعم خاص، هذا الطعم شوية مر. كإنسان النياندرتال استخدم هذا النوع من أكل. ضمن منطقة الاكتشاف عثر على هيكل لإنسان نياندرتالي تحيطه بقايا الزهور، ما يدل على أن هذا الإنسان كانت له طقوس دفن وعاطفة جياشة وفق المختصين. والرجل مالته بين كم من خلال حياته اليومية كم مرة رجله مكسور وإنسان مجروح، كأنه استخدم هذا المجموع من هذا النباتات حتى يعني مثل المسكن، واحد منهم نبات خشخاش. بعد العثور على بقايا عظام النياندرتال زد أرجعها العلماء إلى 75,000 سنة، لكن المفاجأة الكبرى جاءت في أواخر العام 2022. عقب التنقيب بعمق 120 سنتيمترا من قبل جامعة كامبريدج بعد 14 مترا المكتشفة، ليتم العثور على دلائل تم فحصها أرجعت الكهف إلى عمر بيولوجي وصل إلى 110,000 سنة. جامعة كامبريدج بريطانية اشتغلوا هنا ونقبوا هنا، رجعوا بواسطة فحوصات راديو كربون وكربون 14 عمر دقيق 75,000 سنة قبل الآن. وراء 14 متر، متر 20 سنتيم، جامعة كامبريدج نقب أكثر، ومن خلال هذا 120 سنتيم لقوا بقايا حياة بيولوجي يرجع عمره 110,000 سنة قبل الآن. تجولنا أعالي جبل برادوست لنطلع على البيئة التي جعلت من هذا المكان موطنا للإنسان القديم. أعشاش الطيور.
وغابات الأشجار المنتشرة على سفح الجبل تجعل من هذا المكان بيئة خصبة للعيش. وثقنا بعض اللحظات الخطيرة ونحن ننزل من سفح الجبل. ننزل بصعوبة بالغة جدا حتى نقتنص بعض اللقطات الفريدة في تغطيتنا هذه. هو وجود أشجار ونباتات في سلسلة جبال برادوست كإنسان القديم لجمع القوت يستخدم هذا ثمرة الأشجار ونباتات. وموضوع بعد هو هذا وجود أنواع الطيور والحيوانات كموضوع كلش مهم لصيد الحيوانات كمصدر المهم بالنسبة غذاء الإنسان القديم. لا حياة دون مصادر للمياه التي تبعد عن الكهف كيلومتراً واحداً. الزاب الأعلى الذي يتدفق في وادي جبال برادوست، فكل العوامل كانت حاضرة في مخيلة الإنسان الذي نسميه بدائياً للعيش أعالي الجبال. يعتقد العلماء أن بعض ممن سكنوا هذا الكهف قديماً قد دفنوا وهم أحياء. استدلوا على هذا الشيء من خلال العثور على جثة امرأة حامل وبقربها رجل، ما يعني أنهم حوصروا وفقدوا حياتهم جراء كارثة طبيعية، أي شيء أشبه بالزلزال. وفي الختام لنتأمل قليلاً، 40% ما تم اكتشافه من هذا الكهف فقط، ووصلت الأعمار التي تم اكتشافها إلى 110,000 من السنين. ماذا لو تم اكتشاف 60% المتبقية؟ لنترك هذا إلى قابل الأيام والسنين.